شو بيقول الفلك لمواليد الأسد بالأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر 2024؟ عزيزي، بتبلش الشهر مع مزاج هادئ وسعيد، بيحمل لك أمال جديدة بين الأحد واحد والتنين اثنين، بتلعب ورقة رابحة وبتظهر للآخرين قدرتك القيادية المميزة، بتبرز طموحاتك ويمكن تحقق تغيير مهم جدا انت كنت عم تحلم فيه او بدك توصل له، وهالشي ببداية هيدا الشهر. هل بصير هالتغيير؟ يمكن. انت قدام يمكن جو جديد جدا، كأنك واقف قدام عالم هيك انت بالعالي والعالم عم تطلع فيه من فوق وتريد انه تحدث فيه شيء ما. القمر الجديد يوم الثلاثة 3 ببرج العذراء بيتحدث عن تعزيز لبعض المشاريع المالية وحث لأحداث تغييرات إيجابية. شفت؟ عندك شيء عم تسعى لإله. يمكن في مكاسب بين الأحد واحد والسبت 7، يعني طوال هالأسبوع بتعزز أوضاعك بأفكار جديدة تضعها على المحك وبتكون فعالة جدا بين الخميس 5 والسبت 7. عنوان هالفترة التغيير الإيجابي.